شت 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 لويس وينك؟ الله ياخذك، ما تساعدني. اشلي لا دقاق يدق نحرش يا ورعه. مهزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم العنود أو عنودي إكس أو. اليوم يا جماعة راح أكمل اللي وقفت عنده في الحلقة الخامسة، فقبل لا نبدأ أتمنى تسعدوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. وصلوا على النبي جميعا ويلا نكمل. الله متوتر مرة، عاد هنا الظهر حراس سلازار. اوكي مقفل. No good. اي والله. طبعا انا عارفة اذا اخذته راح يتسكر الجسر وباكل الهواء. ايوه. Oh my god. لا. اشلي لا. دقاق يدق نحرش يا ورعة. مهزة. اتركها الله يلعن شكلك. اي شفت شلون؟ اوه ماي جاد، قام يرن الجرس حقه. قويت الريد ناين من اول طلقه ينسدح مكانه. اوه ماي جاد، انا وش سويت؟ لا تطلع البلاقه. والله اني عارفه الغدره هذه بتصير. حسبي الله عليكم. اتركها. اي ايوه لا يا شيخ. Oh my god. Oh shit. يلا يلا تعالي يا اشلي من هنا. Oh my god. اطلق علي. You are it, Dad. Yes. Ashley, تعالي. Oh my God. أطعن. الله ياخذ عمرك. أنا لله، ما نخلص حنا، ما نخلص. اعلمك البلاقة وين تحطها. هذا ايش فيه رصبا فجأة؟ ايوه خرب على خرب. اوه ذا مشورته مشورة. لحظة. زق. انا لله. وش ذا؟ وينه؟ تعال يا ملعون الصرايب. كل اللي قاعد يصير منك. تعال انت يا ملعون الصرايب اللي من اليوم قاعد تدندن. ايوه من هنا ابتلك مع الباك. تعال. ابقس ورع. تعال يا ملعون صرايب، تعال كله منك. ابقس. Right?
موت الله يلعن شكلك. خرا بسرعة 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 بسرعة. ايوه يلا تعال يا زين تعال. اي اخيرا الراس الاخير. اي ماعز انا على بالي او ماي جاد يعني ما نرتاح ها ما نرتاح. جاي جاي يركض شاد حيله زق يا حبيبي ما معي الا ثلاث رصاصات انهلكنا. او ماي جاد خلاص يلا نحط الراس الاخير الحين وان شاء الله عاد يجينا لوت. انا اتمنى يرحموني. اخيرا خلصناها كريهه الأفعى اللي كانت الوحيدة يعني مريحة ما كان فيها أعداء ولا شيء. لكن الماعز والأسد الماعز والأسد يا ليل يا ليل. وش ستي باك ما عندي ما عندي يا حبيبي انحاش شيء يا ربي ما معي. أو ماي جاد اي ابقس ابقس حبيبي ليون. شوفوا ماخذة زي الدمية كذا تسلية. لحظة اشلي وش بصير عليها؟ اتوقع الحين بنلعب فيها. حماس حماس بس واضح اني راح انجلط في اشلي لانها ما تعرف تستخدم الاسلحة وكذا. يجب انقاذ ليون الحين. آش تنقذ ليون. او ماي جاد وش ذا يا جماعه مره حبيت بس ان شاء الله انها ما تجلطني. اوكي صح تذكرت ان هي قبل في الكلاسيكي كانت تستخدم الانوار. طيب يمه الله يفجعك. طيب والسلاح ان شاء الله شو اسوي؟ الله يفجعك يا كلب خرا. اوكي دائما المكاتب فيها بلاوي الدنيا ولا اها. انا ايش قلت بيتحرك هذا لو ذي اللمبه هذه لو الشعله ذي مو بجنبه كان تحرك. من جد في زي الساعه تقول تك 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 تك. اوكي الطريق الى الضريح المخفي يجب يجيب الاسلاف الراقدين على الوقت المختار. إذا كانت بركة السيد هي مبتغاك فتشجع ولا تهاب الظلام. طيب الحين ايش تبي؟ اوه هذه هي الساعة. It's broken. اي والله معطوبة. يا جماعة حركة المصباح هذه سووها لأنه بيتحركون ذا الخريان ذولي. قولوا ما قلت. يا ربي وش ذا الرعب؟ اوه هيل نو تذ نو نو. انا ايش قلت؟ قلت المكتبة دايما فيها مصايب الدنيا بس فيها مجوهرات كثيرة. اوكي انزل من هنا بس دقيقة في شي هنا اخذه. اوكي استخدم هذا المصعد بس انه يحتاج مفتاح. اوكي يعني الحين في لغز في الساعة لازم احله. اوكي
اوكي احط المصباح هنا. طيب افرض انه بيجيني واحد غدرة من ورا، شو يضمني انا؟ هنشوف ايش يصير. ارجوك. اوكي هنا في زي المقبض. أيوة. طيب الصندوق اللي تحت يحتاج مفتاح. هنا برضو أحط المكعب اللي مع ليون. أوكي مفاتيح، بس أنا عارفة وش بيصير. بتحركون، أروح للصندوق أول. سبحان الله يتحركون بس إذا أخذت الغرض. عبط. أمشي أمشي خلصنا. بسرعة بسرعة عنود، يا رب انه ما يمدي يدخل هنا، ما يفوتني انا الصندوق. اوكي اختار الشكل. طبعا لا تنسون ان نروح لاسانسير الظاهر عشان افقع، والظاهر اني ارجع مرة ثانية بليون عشان احل لغز الساعة. العلامة ايش يا ترى؟ يلا الحين الفقعة. الله يفجعك يا كلب. مكانك مكانك يا خرا. ايه يا زق، زي الحشرة توقف. يا حبيبي يا حبيبي، اتوقع هذه. لا والله. يلا يلا اختاري على راحتك، ما ورانا شيء، ما كأنه في عدو ورانا. يا ربي هذا أجل. أيوة نفسه. ما تقدر تجيني يا خرا. والله لعلم عليكم ليون، أخليه الحين يجي يبقسكم. أوه ماي جاد، أسحب كلامي أسحب كلامي. أوكي والله الوضع ما يسمح ابدا اني احل اللغز، اصلا حتى ما اعرف الوقت، يعني هم ما علموني ايش الوقت وكذا. ايوه ليون. Ashley, are you okay? Hang on. I'll figure something out. طيب اوكي هذا يمكن الحل. ايش فيه؟ في شيء حطه هنا عشان تفتح لي البوابة ذي يا قلبه. ملاحظة أمين المكتبة، أشارة مفتاح الخروج من هذا المكان اللعين وأشارة عائلة سلازار. لأعثر عليه يجب أن أجازف وأذهب إلى المكان الذي توجد فيه هذه الدروع الملعونة، الضريح السري. أيها السيد العطوف طبق عدلك. إيش؟ طبق عدل عدلك الحق على المغتصب الشرير الوحش المجنون راموس سلازار، وعسى أن يحمي ضوءك الأزرق المبارك خادمك المخلص. إيه يقصدون اللي معانا هنا برضو. أحتاج ليون، يعني في مكانين لازم أستخدم فيهم مكعب. طيب يا ترى إيش الوقت؟ يعني أنا شي أعرف أو شي أدري أهل أهلي؟ هنا بعد في دقيقة خلني أتأكد. إيه لا عشرة ما في أحد. الساعة 11:04. طيب سهلات. هنا برضو صندوق حمامة. يا حبيبي يلا إن شاء الله عاد نستفيد من ذا اللوت. عاد اقسم بالله كف لو ما يضبط. 11
أيوة وأربع دقايق. نو 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 توقع كذا صح؟ نو 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 وش ضبط؟ والله ما أدري كيف سويتها. هي 11 وأربع دقايق بس إنه لازم أحطها على التكة. أي الثانية عند ذوليك الخريان، بس قبل عنود حبيبتي احفظي، عندي استعداد أموت. يا سلام على الذكاء، لا يوتيوب ولا غيره. قاعد أشوف الظل، الله يقطع ضد الظل. انزل لي. اوقف مكانك يا خراب. بسرعة بسرعة. ايوة انتبر مكانك. من هنا بسرعة. شاطرة شاطرة، انتي حلوة. يلا هنا. 11 و4. اوه ماي جاد طلع الوقت يختلف. اوه ماي جاد بغيت اموت الا دقيقة. يا جماعة طلع الوقت يختلف، انا على بالي نفس الوقت 4 و 11 و7 11 و4. طلع الوقت الظاهر 11 ووحدة إذا ماني غلطانة. الزبدة إنها فقعنا من المكان. مش خلاص؟ لا والله مو خلاص. بسرعة افقعي! مكانك يا خرا. بلا زق. يا جماعة اوه شت، لا تمزح، قول انك تمزح تكفى. يلا مع السلامة يا أشلي. ربي افقعي. اوه ماي جاد لازم اضربهم، بس كيف؟ اضربهم، ما يحتاج مسدس ولا شيء. شت بسرعة بسرعة بسرعة، لا تعطينهم فرصة. بسرعة 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 بسرعة. الأخير. لا مو الأخير هذا، وين الأخير؟ أيوة انتبروا في مكانكم. ياهو أين الأخير؟ أيوة هذا هو، حاطينه آخر شيء الكلاب. يلا أشلي أنت قدها، في الضوء الاخضر ما راح يجوني. اوه ماي جاد سهلين ما يبغى لهم شيء، شربت مويه. سهلات ما يقدرون يجون هنا. عندي ضوء ازرق ولا؟ اوه ماي جاد لا يجون. اي شفتوا، لانه في ضوء اخضر، في ضوء ازرق. نايس هذا ذهبي. اوكي هنا ما في ضوء يا حبيبي. يلا تكفون. ايش في لغز؟ سهل اللغز مره، بس ان شاء الله انه ما اتجحفل. اوه ماي جاد
بسرعة الدرع الدرع. يلا 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 حين نرجع له. يا حبيبي يا حبيبي انت بتقوم بعد صح؟ لا ما قام. طيب وش اسوي؟ اوكي هنا في والله صدفة. يلا ما ورانا شيء. اتوقع هذا لا غلط. انا قاعد اخمن ما ادري اي واحد. خلي بجرب ذا. اتوقع ذا. ايوه نستفيد. طيب شو الحل؟ وهذولي حاشريني. اها اوكي يا او ماي جاد. شوف ذاك مستقبلني. المشكلة انه ما معي ضوء. يعني كلت هواء ولا قبل كنت اهايط. يلا تعال انزل لي. يلا 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 النحشة النحشة النحشة. سهلين انتم سهلين. اي يلا كثروا كثروا مشي كثروا مشي. تيوس خلاص خلصنا. او ماي جاد تذكرت الخرى اللي هنا. هذا كيف اعدي ان شاء الله؟ اوه هيل نو. ابغاكم ترجعون انتم زي ما انتم احبابي وزي ما انتم اخواني. شوف انت حبيبي يعني انا ما ابي اضرك. نايس يا الدوج التجاوز رهيب. انا قلت شربة موي انتم يعني حتى اشلي ذا النحشة. او ماي جاد عنود افقعي. او شت او شت. بسرعة بسرعة بسرعة. او هيل نو. ايوه من هنا اخيرا. اف بسرعه بسرعه. اركضي اركضي. نسيت اني انا جاي مع درج اصلا. بسرعه بسرعه. نادي ليون الحبيب القلب بيجي يدعسه. قبل حفظ حبيبي ما عندي استعداد اعيد المرمطه ذي. بس والله يا جماعه اللعب اشلي مره حلو بس مره قصير. اشلي You all right? طيب yeah. وشلون بنطلع الحين؟ هذا هو شوفوه منسدح عليه. نايس خدت المفتاح. Hey. Try this. Can you make it down? I can catch you. Cute. حبيبتي لو القطس من المريخ ما بغيتي. يلا يلا حماس. او ماي جاد لا عاد. او ماي جاد خذها الباردقو وش اسمه. يا ليل وش ذا الحاله. احسب يقول انا علمك هذه الطلقات وانت تحطها. او ماي جاد وش ذا. ما ينفعش كذا. اوكي نلعب بايده. تكفون قولوا نلعب فيها. الله يخليكم انا مره متحمسه للاضافه حقتها. اوكي ويسكار يكلمها. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. مساعد الصغير ما تقصد. You can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. حيوانة تقصد ليون. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. أح. حبيبتي ليون ما يضرس يا بس أنت زقة. هو يحبس يا كلبة. Oh my god شافها شافته. شو شلون شايلها كأنها كيسة.
تكفون يا رب من العفية. أيدا تكلمنا. Changed your mind yet? أيدا. Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Hey, أيدا. أيدا. الزبدة إنها علمت المكان عشان أشلي. المشكلة إحنا على أساس جايين على أساس إننا ننقذ لويس اللي في غرفة الرقص، بس ما أدري وينه، في مادي وين دلف. إيه يا جماعة، تذكرت يوم شفت الهذي أبرجع لغرفة الذوليك الدروع، أبحاول إني ما أتلطم منهم، وباخذ الأشياء اللي ما أخذتها أشلي، في هناك مجوهرات كثيرة. أيوة، هذه الأغراض حقت أشلي. الله يسعدك. من هنا أدخل. هذه الغرفة اللي جت منها أشلي. فقبل لا ألحق الباردجو، ظهر لنا اسمه كذا، أباخذ الأغراض اللي ما أخذتها. يلا يلا، عشان أبي أفتك منهم وأتمشى على راحتي. يلا يلا يلا، كل هذا في سبيل المجوهرات. أوكي، أيوة كذا، سلام. هلا أبوي. إيه الحين قربوا، في مساحة، له في مساحة، مو على كيفكم ما في مساحة. لازم لازم ارجع له، هذا ما ينسرك. هذا انا صراحة ما ركزت هل تحت في لوت ولا لا، ان شاء الله اني ما اندم. او ماي جاد. هلو ذير يا جماعة، الذهبي وش جابه؟ يا حبيبي يا حبيبي. ما في هنا لوت، لكن الذهبي ما خلوه يتحرك الا ان في شيء هنا، يعني الا عنده لوت قوي. قصدي تحرك تحرك، خلصنا. الله يلعن شكلك يا ابن الكلب. يا رب يا رب يا رب، تكفى يا ربي. هنا في لوت، هنا في لوت. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. يس، باقي لي ذا الخرا ذا الحين. يا ربي، لا 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 لا، وينه؟ امش. مت، شلخ راسي. الله يلعن شكل الكلب. تبغوني شوفني؟ شوفني ملعون الصلايب. انا بس ابي اطلع ذا الدويدة، ذا الخرا اللي مو براضي تطلع. يا ربي تعبت تعبت. لا تخليني اقوم اكسرك بوكسات، والله اهلك ما يعرفونك الا من البصمة. اخيرا الحين عنود، فوكس، ارمي عليه هذه الخرا. زق بلا زق، اخيرا ورع. اي افوز عليك واتفل عليك يا زق خرا. طب
طبعا يا جماعة أنا أدري أن هذه مهمة جانبية، بس راح أستفيد منها عند التاجر. الحين هذا الطريق اللي مشى فيه، أوه شت، الحارس حق سالازار. يا شوف الفطر إيش كبرى. أوه ماي جاد الحشرات. أوه ماي جاد. خرا انا ناسي الحشرات. وهو عز الله بثروا اهلنا الحين. طيب طيب مقفل. طيب مع وين اجي ان شاء الله يا اسطى؟ من هنا. ايوه اوه طعن ورعة. الحشرات أنا ناسهم كانوا موجودين في قلعة سالازار، أتذكر كانوا في المجاري. هلا والله شكله هنا في لوت الأرض. اوكي في رسالة هنا. سجلات البحث الأول يوليو بعد مرور عامين على صحوتي. أسبغ اللورد رامون علي بأن أتعهد تعهدا صادقا بتحسين عيوب هيئتنا البشرية. هذول الفوردغوز اللي هم حراس سالازار الشخصيين، سعيا إلى الكمال كما لوحظ في أشقائنا المفصليات، وسأكرس حياتي لهذه الغاية طوعا. زبد أن هذا الظاهر أن واحد من حراس سالازار اللي هم الفوردغوز. اوكي Oh hell no to the no no. ايوه هذا هو. سلام خدناه. الحين ابى احطه في الجهه هذه. لحظه تمام. اوكي يا جماعه ضبطت الوضع. اوه ماي جاد يا جماعة تشوفون الحشرة. هذا وش ذا؟ اوه ماي جاد يا السلاح الرهيب. اح الله ياخذك. اوه ماي جاد يا السلاح الرهيب. يا ربي يا ربي. Body armor's not looking great. أطلقت عليها وش ذا الكذب؟ يو طرشت علي. الله يلعن شكلس. يلا يلا أرقى أرقى أرقى. اف ثارت الأرض. شايفتس شايفتس يا الكذابة. قصدي الغبية. يلا يلا يلا. ايوه عشان نفتح البوابة. يلا 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 نفتح الثانية ونفتك. خلاص فتحناها. اف كريهين احنا جينا عند عشهم. اح الله ياخذ. Oh my god. Oh, Mr. Kennedy, not much of a light, are you? انا والله ماني بلمك قاعد اجمع لوت. فاضيت لك دمي زق لازم اهلف. اوكي هذه الحين عشان اطيح الجسر. اني شفتها. ايوه هذه هي. مو علي مو علي. اوكي
فكرة شكله الحين بيصير ملعنة. مدري ايش عندي احساس. اوه هيل نو وات ذا فك وش ذا؟ لا هذه المنطقة عرفتها. تكفون لا. اي والله يعطيك العافيه ذبحتهم لي الله يعطيك العافيه. شت 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 لويس وينك الله ياخذك ما تساعدني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. Oh my god. Oh my god. Oh my god. وش ذا التسطير اللي جاني؟ أول شيء أنت تلطشتي واجد فهلثي أول عشان أقدر أركز. بعدين أطلق على الجرس اللي هنا. عليهم قنبلة. أيوة. يا رب مات. ما مات الله يحفظ شكله. ما مات. إيه إيه ذبحهم لعيوني. ايوة ما مات ما مات الخرا. يا ربي صبرك وعفوك ورضاك. يا ربي يا ربي تكفون يا ربي. اش ذا الحال الزق وسكينتي مكسرة. ابعدي عنا اول. يا جماعة ذا يروع. لا لا هذا مات هذا مات. الله يلعن شكلك يا ابن الكلب. وحيد قرن. طيب طيب مت صح مت. يا رب يا رب افوز. تكفون عنود. خلاص خلاص بشويش ندري ان هذا الكلب يسمع. ولا عندي دم ولا خرا. الموت البطيء. خرب بيتك يا كلب ورع. حالات من حط ذا القرن في المن بقايلة. يلا يلا يلا. أيوة. وإن شاء الله وش اللي بعد هذا جلد. أوه أشلي. ليون خلاص بيتوفى. يو اشلي وينها؟ رسموا عليها حق علامة العبادة. اوه ماي جاد. الله ياخذ راسك. يو لا. All the worse. كل زق كل زق. إيش بسبحها؟ يو.
لا الظاهر الحين يخلي البلاقة الظاهر تتفاعل. والله اني عارفة. الله ياخذك يا كلب. Aquinos despedimos, señor Kennedy. اوه ماي جاد. اوه لا هذا ميت اساسا. اوه ماي جاد يا المكان. وش ذا الرعب؟ عرفت المكان هذا اللي يضح منه ليوم في الكلاسيكي. يتمرجح تمرجح الكلاب والشربة وآشلي الله ياخذهم. يو hang in there Ashley, I'm coming for you. البنت بتندعس. يجب التوجه نحو السطح. انا خلي القالي شيء اهلث فيه. اوه ماي جاد يا المكان الرعب. يعني شوفوا حتى حراس سلازار الظهر اللي يستخفون دمهم على طول يندعسون. اوه ماي جاد. انا اتذكر ان كان هنا في تاجر. اللي بهلت احتياط. I think that was my last one. مع انك ودي صراحة ادمجه مع العشبة حمراء. The hell? وش بعد هنا في حشرات. يا ربي. وبعدين يعني وبعدين. الا الحشرات. وش ذا؟ أرجوكم لا. أنا خلقة من دعسة. الوضع مرة زق. على الأقل عطوني تاجر ما ينفع كذا. والله إني عارفة. الله يلعن شكلس يا بنت الكلب. الله ياخذ عمرك ورعاه. زقة بلا زقة. كلب الحيوانة. أنا يلا أطلع أطلع من الموية. الله ياخذ عمر العدو. ايوه ايش هذا؟ ملاحظة سجين. مات شخص اخر. منذ متى وانا محتجز هنا؟ لقد نفذت بقايا الطعام الضئيلة التي اعطونا اياها في البداية ولم يعطونا المزيد. الام الجوع والعطش لا تطاق، مما جعل معظم السجناء يلجؤون لشرب الماء الاسود. كان هيرمينيو اول المتحول لم يستطع المشي من شدة الضعف ثم اصابه الجنون فجأة. مات شخصان بحلول الوقت الذي استعاد فيه وعيه. لا أظن أن شرب ذلك السائل الداكن فكرة سديدة. إيه الظاهر أن اللي شربوه نفسه آشلي أتوقع. أوكي هنا. أيوة أكد في شيء. آه يا ربي كريهين ذي الحشرات كريهين. أوكي عشبة بس وش خضرة ولا أصفر؟ يلا خلنا نطلع من ذا المكان الزق. اوه ماي جاد وش ذا؟ وش ذا الحركة الغريبة ذي؟ اهي ما خلصنا. هذا مكانهم للحين. لحظة لحظة لحظة، هذا مو مكان الفاردقو؟ اوه تستهبل. وللحين ما جبت للتاجر يا خرا. اوه ماي جاد من الاول تعال زق.
got a selection of good things on sale. Thank you. لحظة خلي بحط الياقوت عشان أستفيد على الأقل من السعر. سيتم بيع عناصر. إيه نايس حلو. Not my place to say really, but sometimes things are more interesting if you keep a level playing field, don't you find? Give that the care it deserves, mate. We're starting to get an idea of your tastes. Pleasant travel. أخذنا قاذفة صواريخ عشان أعلم الشغل. بس لحظة بجرب أبغى أشوف شيء. يو بس معي واحدة، توقعت على الأقل ثنتين أو ثلاث. طبعاً أنا عارف إن الحين بتواجه معاه. إيش مكتوب شيء هنا؟ مرشات النيتروجين سائل طائرة طائرة الله طارئة بطلب من إيسيدرو أورات تالفيرا. تاريخ التركيب 2 نوفمبر 2002. تم إكمال تركيب مرشات النيتروجين السائل التي تم طلبها الشهر الماضي. تحذير: النيتروجين السائل مادة شديدة الخطورة، التعرض إليه قد يؤدي إلى العمى وعضة الصقيع بل والموت، يرجى التعامل معها بعناية. طبعا احنا نعرف الكلاسيكي ان النيتروجين راح تضر الفارديغوز اللي هم حراس سلازار، فراح تفيدني يعني. هيل نو بيبي. الله اني متوتره بطني. اوكي هنا في شيء اضغطه. او ماي جاد. ايش انا عبالي يفتح باب وشي بلوت. يا حبيبي خدت السكين. طب من وين اروح؟ هنا في رسالة برضو، اشعار بخصوص مزود الطاقة، اجهزة معطلة لتوفير الكهرباء، تم قطع التيار الكهربائي عن بعض المعدات بما في ذلك المصعد، يمكن تشغيله مجددا بادارة مفتاح الدائرة الكهربائية الموجودة في الجزء الخلفي من المختبر. في الجزء الكلاسيكي كنا ننحاش من الفاردقو او نقتله، يعني كل واحد بكيفه، عن طريق الاسانسير ننحاش وكذا، بس لازم ارجع الكهرباء. لكن انا اشوف ان ايش فيه، بسم الله فجعني. لكن انا اشوف الافضل اني اذبحه طبعا. اوكي اتوقع اني اخذت كل شيء ان شاء الله. اوه ماي جاد يا الرعب. اوه ماي جاد يا حبيبي. شت الحظ الزق. مومو هذه حقت الطاقة يعني. على هذه بوابة. شت شك. أح الله ياخذك يا كل. أوه ماي جاد عرفت المكان. كل حيوان. دقيقة لحظة على ود. ركزي يلا يا جماعة الموت. اخلص اطلع. شت your remote's laptop. ايوه
لحظة لحظة لحظة. Oh my god. الموت 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 الموت. بسرعة بسرعة. النحشة. اوه الحين انتظر الاسانسير. طبعا هو بقعد سنة. What's your move? الله ياخذ. يو انا اذيت نفسي الغبيه غبيه غبيه. يا خرا اسد اسد. اوه بعد تشقلب الورع. ليون حبيب وقتها تسب. ركز في دربك. ودي اسويها والله ودي اسويها بس ما ادري اخاف انها ما تضبط معي. شت شت ورب الكعبة اسد. اوه ماي جاد. يلا باكي دبلة. ايه شك راس. الله ياخذ عمر الكلب. اوه ماي جاد كسرها. اه والله العظيم ودي اني استخدمها. يلا يلا وصل وصل. لكن انا اشوف الافضل اني اذبح طبعا. الحقيقة اسحب عليه اسحب عليه. ايش قاعد تسوي حبيبي؟ او ماي جاد او ماي جاد بسرعة. يا والله شكله ما راح يخليني. والله شكله ما راح يخليني. اوه ماي جاد الطفيلي. اح اوه ماي جاد. Your suffering came in just as it has from his daughter. ليك حولوا اشلي. اوه ماي جاد صارت. Oh my god. My faithful disciple will show her the path. Go now. Deliver to these vagrant children their salvation. كزك كزك. حيوان يا كلب. Oh my god. كراوزر. Oh my god. مش خلاص راح الفاردق وذا شو اسمه؟ لويس بدري. I'll make it cheap for you. لقى العلاج. اوكي طيب والحين شو الخطة؟ Feeling better. Yeah. Seems like it worked. اوكي ضبط. Bad news. All we've done is buy you some time. اها. Suppressant effects will wear off all too soon. You ready to go? Don't worry about me. Ashley is the priority. In that case, we know what we have to do. Then come, Sancho Panza. Let us rescue Princess Dulcinea. You're gonna hurt yourself. Hey, that was my lance. Okay, hurry. شكله حب بيجي معنا لأنهم قالوا إنهم أضافوا أشياء كثيرة. What's in it for you? Allah. No need to be suspicious. I said I'd help you, didn't I? حبيبي قلبي انت. بس يا جماعة اذا الحين انا انحشت من الفاردقو انا ما ادري هل يمديني اقتله ولا اصلا مفروض اني انحاش منه. فما ادري الصراحة. هم حطوا نفس حركة الكلاسيك اني اسحب عليه بالاسانسير.
يلا الحمد لله اني ما ضيعت البازوكا على الفاضي، كنت ناوي استخدمها والله خلاص. يعني طفح الكيل. يجب التوجه نحو السطح. اوكي ناخذ اللوت اول يا حبيبي. سجل رئيس العمال، تاريخ 11 اكتوبر، عشت اسوأ ايام حياتي اليوم، انه عيد ميلاد ابنتي الخامس، لكنني عالقا على متن مركب قذر متجه الى مكان مهجور ومعزول. لولا الراتب المجزي لما وافق احد على العمل في هذا المكان المهجور. تاريخ 19 اكتوبر، يذكرنا الاشخاص المتواجدون في القلعة دائما بضرورة توخي الحذر خلال التنقيب، لكن بعض العمال فقدوا وعيهم بعد استنشاق بعض الغبار. ثم شيء يحدث هنا لا يخبروننا عنه، هنا يوم يطلعون الطفيلي، فأتوقع أن زي اللي يمكن دخل فيهم. وهذا هناك الكثير من الأسرار، لقد بدأت في السعال أيضا، يجب أن أنام. تاريخ 26 أكتوبر، ثم خطب ما، لقد تقيأت دما 3 مرات أخرى اليوم، وبالكاد يمكنني التحرك من شدة الضعف. أي ظهر أن دخلت فيهم البلاقة. تبا يا ليتني لم أتي إلى هنا، لقد أتيت هنا لأكسب المال يا عمري، لكنني من يدفع الثمن. أنا أب سيء، أنا آسف حقا يا عزيزتي، أنت تستحقين أفضل من هذا. تاريخ أكتوبر بس مو محدد، عقلي لا يعمل منذ الصباح، ما سبب هذا؟ تقيأت المزيد من الدماء، ثم العديد من الحشرات الزاحفة، أسمع صوتا. التاريخ غير محدد أو مجهول. يوم جميل للعمل، القيام بالحفر يبهجني حقا، أنا سعيد للغاية، أقدمها كلها لك، كل شيء لك يا سيد سادلر. إيه هنا يوم خلاص سيطر عليهم ودخل فيه البلاقة. اوه ماي جاد، يعني الحين وصلنا مرحلة المنجم. اوكي حبايبي، راح اوقف لين هنا، احس مرة كفاية، واتمنى تسعدوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، واتمنى انكم برضو استمتعتوا معاي بحلقة اليوم. مع السلامة، اشوفكم بإذن الله في المقاطع الجاية.